فإذا لنستفيد فعلا من القرآن، لنستفيد فعلا، ولتحصل الذكرى، وليحصل المقصد، وتتحقق الغاية التي من أجله أنزل، لا بد من تدبره، ولا بد من تحديد المجالات التي ينبغي أن نتجه إليها. ولكن دون تحديد هذه المجالات لا بد أن نعرف ما التدبر. فكثير من الناس يخلط بين هذا اللفظ أو هذا المفهوم أو هذا الاصطلاح التدبر وبين معنى التفسير، ولا بد من بيان الفرق بينهما. لأن القرآن الكريم حينما نزل، نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه آنئذ، وهم عرب، عربيتهم آنئذ أمية، وسأبين هذا المعنى. أمية هنا بمعنى أنهم تلقوها عن أمهاتهم، لم يتعلموها في مدارس ولا في معاهد ولا في جامعات، لغة فطرية يتكلمون بها تلقائيا، كما نتكلم اليوم بعاميتنا، وكما يتكلم أي متكلم بلغته الفطرية التي تلقاها عن أمه، فهي لغته الأمية. كانت العربية آنئذ أمية العرب من ناحية اللسان أو من حيث النطق. فإذا لم تكن هنالك مشكلة تفسير حاضرة إطلاقا، لأن التفسير إنما نشأ بعد في التاريخ من أجل كشف المعنى لا أقل ولا أكثر. ولذلك فعلا هذا اللفظ، كلمة تفسير، لا تجدها بهذا اللفظ أقول لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وإنما هي لفظة ناشئة طارئة، لأن الحاجة إليها طرأت. لم تكن هنالك حاجة قبل، أي في عصر الصحابة بشكل رئيس لهذا المعنى ولهذا المقصد ولهذه الغاية، ولكن كان هنالك القصد إلى التدبر، كانت هنالك الغاية متجهة مباشرة إلى الاستفادة التربوية، إلى معنى التزكية الذي يعتبر وظيفة من وظائف النبوة بنص القرآن الكريم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإذن هذا اللفظ إذن هو المفتاح الحقيقي الذي ينبغي أن نسعى جميعا من أجل تلمس حقيقته، لأنه هو الوسيلة التي ستقربنا إلى القرآن الكريم وتجعلنا نستفيد عمليا منه. فإذا كان التفسير إذن هو كشف المعنى وبيان المقصود، فالغاية إذن من التدبر هي ما بعد كشف المعنى وما بعد بيان المقصود. ويمكنك أن تقول إن تدبر القرآن الكريم لا يمكن أن يقع إلا بعد العملية التفسيرية، أي ننتهي من التفسير أولا ثم نبدأ التدبر. والذي حصل المعنى بذهنه وقلبه ابتداء، أي دون محاجة إلى وسيط تفسيري، كما كان الشأن في زمان الصحابة وكما هو الأمر عند أغلب العلماء، فإنه إذن مطالب مباشرة بالدخول إلى التدبر. ولكننا نعيش اليوم أزمة مفهومية، وهي الخلط بين الأمرين، مما يؤدي إلى نتيجة مع الأسف تفقد القرآن غايته في قلوبنا. وذلك أننا نشتغل بالتفسير وبدقائقه وبمحاولة معرفة الجزئيات، وقال فلان وقال علان وخالف فلان إلى آخره، من أجل أن نحرر المعنى في النهاية ثم نقف. هذا الأمر حينما يحصل، وهو الذي يحصل في غالب الأحوال، هو أشبه ما يكون تماما، هو أشبه ما يكون بالذي يدرس الحديث النبوي الشريف فيدقق البحث والتنقيب عن السند، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فيدرس ذلك من حيث الصحة ومن حيث الضعف ومن حيث الانقطاع والإرسال والإعضال وأهل مجرى من الاصطلاحات التي جرت على ألسنتهم، حتى إذا بلغ المتن، أي اللي هو النص، هو الحديث النبوي، قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، هنا يتوقف، تتوقف الدراسة وتتوقف المتابعة. فإذا كالذي صعد درجا أو سلما إلى طبقة عليا، حتى إذا وصل المكان الذي يستفيد منه أو إذا وصل أعلى الشجرة ليقطف الفاكهة، شلت يده وانقطعت طاقته وضعفت عزيمته. فالغاية إذن التي تعب من أجلها
من أجل دراسة هذا المتن وهذا السند واتصال السلسلة وأحوال الرجال ليصل إلى فقه الحديث، إلى ثمرة المعنى ليتعبد ويتعلم، لا يصل إليه. فهذا الذي يحصل لنا تماما حينما ندرس التفسير بمعزل عن التدبر، إننا نتلقى آنئذ معلومات عن الناس ولا نتلقى الحقائق الإيمانية عن الله، وإنما القرآن جاء خطابا من الله لا من الناس، والتفسير في حقيقة الأمر إنما هو اجتهاد بشري. صحيح له مرجع قرآني ومرجع نبوي ومرجع لغوي، ولكن في نهاية المطاف هو اجتهادات وترجيحات واختيارات. إذن الوسيط البشري حاضر بقوة في التفسير، ولذلك تعددت التفاسير بتعدد أصحابها وبتعدد أزمنتها وطبقاتها ورجالها، لكن القرآن واحد غير متعدد، لأنه كلام الله جل وعلا الثابت الخالد. فالحقيقة إذن أن علينا أن نجتهد فعلا من أجل أن نقترب وأن نقرب من حولنا، ليس من عموم المثقفين وحسب، ولكن من كل العوام أيضا، من القرآن الكريم بل من حقيقة التدبر، لأنه الغاية ولأنه الوسيلة في نفس الوقت التي تمكن حقيقة وفعلا من الغاية المرجوة من التفسير. والذي لا يتدبر القرآن في حقيقة الأمر لا يستفيد منه ولو ملأ ذهنه بأطنان المعلومات من قيل وقال من أقوال المفسرين. شيء حسن جدا أن يتقن الإنسان معلومات التفسير وأقوال المفسرين، ولكنها أشبه ما تكون بعلوم الآلة كما يقول أهل الفقه وأهل العلوم الشرعية. لابد من هذه العلوم الآلية التي في سياق التدبر، التفسير آلة لا أقل ولا أكثر، لابد من أن أشغل الآلة من أجل أن أنال النتيجة، من أجل أن أصل إلى خطوة المرجوة وهي خطوة التدبر. وبحمد الله جل وعلا لم يكن التدبر يعني يحتاج إلى قواعد وإلى مناهج دقيقة وإلى أشياء معمقة، لا، التدبر عملية وجدانية بالدرجة الأولى، عملية وجدانية ترجع للإدراك القلبي البشري. أي إنسان له القدرة الفعلية على التدبر، وليس خاصا بعالم دون عالم ولا بعلم دون علم، بل هو عام في كل الناس. نعم، التفسير له أهله، ولا يمكن أن يفسر القرآن إلا المفسرون، إلا أهل الاختصاص فعلا، التفسير العلمي الحقيقي. لكن التدبر متاح لكل الناس، التدبر متاح، لأن المرجو من التدبر إنما هو التذكر، إنما هو التذكر، أي أن ينال الإنسان الذكرى الإيمانية، أن يحصل له نوع من التغذي بالقرآن الكريم، نوع من الارتقاء بمدارجه وبمعارجه الإيمانية. وهذا الأمر قلت عمل قلبي لنص القرآن عليه في قوله جل وعلا: أم على قلوب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والقلب كل الناس يملك قلبا، كل الناس يملك إدراكا ذوقيا وجدانيا، وهذا الأمر الذي هو لكل الناس هو لأن الله جل وعلا أرسل القرآن وأرسل الرسالة وأنزله على قلب سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام من أجل أن يبلغه لكل الناس، لكل الناس، حتى ولو كانوا عجما، حتى ولو لم يكن الإنسان ينطق العربية، فإنك حينما تفسر له الآية له آنئذ أن يدخل معك في التدبر، وربما فاقك وسبقك في استخلاص نتائج التدبر، رغم أنك أنت الذي فسرت له القرآن وأنت الذي علمته الحقائق اللغوية والمعنوية والأحكام الشرعية لهذا القرآن ولذلك الكتاب. لأن الأمر هو يعني يتعلق بدرجة إقبال الإنسان، بصفاء سريرته، بخلوص نيته، وبحاجته أو بشعوره العميق بالحاجة إلى الله جل وعلا، إذ يقبل العبد آنئذ على القرآن. فبقدر ما عندك من طاقة إيمانية ومن حاجة ذوقية وجدانية، فالقرآن يتدفق عليك آنئذ بحقائقه الإيمانية من الله جل وعلا، منحة ومنة وشكرا منه سبحانه وتعالى. ولذلك قد قرأ قبل قليل في تقديم الأخبارك الله فيه
قول الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ يعني القرآن للذكر أي لغاية الذكر والتذكر وتحصيل الذكرى الإيمانية يسر القرآن لهذه الغاية. فلذلك ليس هنالك مانع ثقافي أو علمي أو أي شيء يحول دون كل الناس، وأقول كل الناس بمختلف يعني طبقاتهم وثقافاتهم ولغاتهم أيضا وأجناسهم، لكل الناس يسر القرآن لمن قصده لهذه الغاية، غاية التذكر. أما الاستنباط الفقهي فله أهله، لأن الأمور آنئذ علم واستنباط وأحكام، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، إنما هو لطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فمسألة التفقه ومسألة الفتوى ومسألة استنباط الأحكام اختصاص له أهله المختصون به، لكن التغذية الإيمانية ليست اختصاصا، هي لكل الناس، ولا أقول لكل المسلمين وحسب، بل لكل إنسان أقبل على القرآن متدبرا فعلا فإنه ينال بركاته، ولعل الله عز وجل أن يصلح قلبه وأن يهدي باله فيقبل على كتاب الله جل وعلا مؤمنا به. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك فعلا تتبين ها هنا آية الإعجاز في أن الله خاطب بهذا القرآن كل البشر بغض النظر عن العائق اللغوي، حتى حينما يعني لا يكون الإنسان متقنا للغة العربية فهذا مشكلة علمية تتعلق بفهمه للأحكام، لكن حينما تفسر له وتبين له الحقائق والمقاصد العامة البسيطة دون تعمق من القرآن الكريم فإنه آنئذ ينطلق هو أيضا بجوارحه وينطلق بمواجده وبقلبه. والقلب في الإنسان هو محط اتخاذ القرارات الإيمانية والمصيرية في حياة الإنسان وليس العقل. ولذلك قال الله جل وعلا أم على قلوب أقفالها ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. محل الإيمان القلب، نعم، ولا بد من أن تصدقه الجوارح، هذا لا إشكال فيه وهو معلوم، ولكن الآلة التي تشتغل على المسائل أو بالمسائل الإيمانية إنما هي القلب بمفهومه القرآني الإسلامي. قد يكون الإنسان مدركا للشيء بعقله لكنه لا يتخذ القرار فيه لأن قلبه يمنعه. القلب قد يمنع الإنسان من أن يصلح شأنه، وكثيرا ما أمثل بأمثلة طبية في هذا السياق لأنها أمثلة مادية وحسية. قد تجد مثلا الطبيب أو غير الطبيب، يعني حتى العالم يعني بالعلوم الطبيعية وما شابهها من العلوم الكونية المعاصرة، قد يعلم بخطر الشيء مثلا كعلمه بخطر التدخين وبخطر الخمر وبخطر الزنا من ناحية الطبية ومن ناحية البيولوجية، قد يعلم خطر هذه الأشياء ودمارها على البدن ويعطيك من المحاضرات والمعلومات ما لا علم لك به أنت في هذا المجال، لكنه قد تجده يدخن، وقد تجده يشرب الخمر، وقد تجده يزني. فإذا عقله لم يحل بينه وبين اتخاذ قرار مدمر خطير، فالعقل لم يكن مانعا رغم إدراكه العالي الدقيق للخطر. ويأتي بالمقابل رجل أمي علمه بخطر هذه الأشياء ضعيف، ضعيف جدا، وإنما هي إن هو إلا يظن، إن يظن إلا ظن ولا يقين له يعني بهذه الحقائق، لكن بمجرد أن تقول له إن الله حرم عليك الزنا، إن الله حرم عليك الخمر، ينقطع مباشرة. ففي حقيقة الأمر الفرق بينه وبين الأول أن الأول لا قلب له، أو أن له قلبا ميتا، أما هذا الرجل البسيط المستجيب لكتاب الله ولسنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فله قلب حي لتنذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. فالحياة الإيمانية إنما هي واقعة بهذا القلب، ولذلك الله جل وعلا نعى على الكفار انغلاق القلوب أم على قلوب أقفالها. فالقلب في حقيقة الأمر يعني بهذا المعنى الروحاني القرآني هو آلة التدبر، هو موقع الحياة، هو مكان الإيمان الذي يتقد به وينتج به، يعني ينتج الإيمان بالقلب. فإذا التذكر والتدبر بهذا المعنى إذن الذي هو عملية وجدانية قلبية متاح لكل الناس، عالمهم وجاهلهم، يعني كل الطبقات وكل الشرائح، لأن كل الناس لها قلوب، كل الناس لها أذواق،
لها قدرة على التفاعل العاطفي مع الشيء والإيماني مع الشيء. ولهذا إذن لابد إذن من أن ننطلق أو نحاول جميعا من أن نرحل أو بالأحرى من أن نعرج ونرتقي من رتبة أو من منطقة التفسير إلى منطقة التدبر التي هي أيسر من حيث السهولة، هي أيسر وهي المقصودة أساسا من المعاملة أو من تلقي القرآن الكريم. يعني نحن حينما نتلقى القرآن عن الله جل وعلا تلاوة وتدبرا فإن ذلك من أجل أن نحصل هذا المعنى إذن، وهو الغاية. هذه إذن مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام على الحقيقة. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما كان يتنزل القرآن مذ تنزلت قطراته الأولى عبر قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى أن ختم، كل تلك المراحل كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام معلما أصحابه الحقائق الإيمانية، يذيقهم من حلاوة القرآن تدبرا. وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن نجدده فينا، وبتجديد هذا تتجدد أحوالنا الإيمانية ويتجدد الدين. تجديد الدين على الحقيقة إنما هو بهذه الأمور، تجديد الإحساس به، لأن الدين من حيث هو نصوص جديد لا يبلى، أو يحتاج القرآن من حيث هو نص إلى جديد، أو تحتاج السنة النبوية الصحيحة من حيث هي قول وفعل وتقرير من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى جديد، تلك نصوص جديدة أبدا لا تبلى. إحساسنا بهذه الأشياء هو الذي يبلى، هو الذي يناله التقادم حتى تطبع عليه العادة ويصيبه الجفاف والقساوة والموت في نهاية المطاف والعياذ بالله. فإذن جديد الإحساس، جديد الشعور لدى المسلمين بهذا القرآن يبدأ من هنا، أي يبدأ من لحظة الشعور بأنه بالإمكان لكل الناس أن يتدبر القرآن الكريم، وليس هنالك أي عائق بينك وبين كتاب الله من أجل أن تتدبره. تحتاج فقط إلى أن توضع على الصراط الصحيح، أي على الطريق المستقيم، أي على المعنى العام الكلي. وأحسب أن المعاني العامة لكتاب الله جل وعلا في الغالب معلومة لدى كثير من الناس. نعم، يعني الآيات الدقائق الشرعية والأحكام التكليفية وكذا، هذا فعلا له أهله، لكن يعني عموم الناس، يعني العامة يعني الذين ما قرأوا كتابا ولا خطوه بأيمانهم، يسمعون إلى نص يتلى، إلى كلمات الله جل وعلا تتلى من لدن قارئ مجيد، يتفاعل يتأثر. لماذا يتأثر؟ لماذا يتفاعل؟ هو لم يدرك ولم يعقل الجزئيات من الآية، ولكن يعرف أنه في سياق معين، السياق العام عنده. والحمد لله، يعني عاميتنا لم تفارق العربية مفارقة جذرية كاملة شاملة، ما تزال العامية المغربية والعاميات في العالم العربي بصفة عامة قريبة جدا من اللغة العربية من حيث المفهوم العام. ولذلك نفهم السياق العام للقرآن، قلت وهذا كاف. نعم، إذا زاد الإنسان زاد الله له في الفضل، ومع ذلك يعني المعنى العام حينما تقرأ الحمد لله رب العالمين أو قل هو الله أحد من الصور الصغيرة أو الآيات في الصور المطولة وغيرها والقصص، يعني تشعر بأنك يعني أو تشعر يعني تشعر بأن هذا العام حينما يتلقى يعني هذه الآيات يعني يذوق المعنى العام. نعم، الخصوصات يعني هنالك خصوصات، لكن هذه الخصوصات ليست مشكلة. لكن إذا أضيف، وهذا شيء حسن، إلى هذا السياق ضرب من التعليم، وهذا مطلوب، لأن وظيفة العلماء تعليم الناس. جديد الدين لا بد أن تكون فيه خطوة تعليمية، تعليم الناس. ومن أجل وأهم ما ينبغي أن يعلم التفسير، والتفسير لا يطلب أن يتخصص الإنسان في ذلك، لا يجوز إطلاقا أن يكون الناس كلهم مختصين بالتفسير، وهذا مستحيل عقلا وواقعا وطبيعة. ولكن المعاني العامة للقرآن البسيطة الأولية ينبغي أن تفسر فعلا من أجل توسيع دائرة التدبر. يعني إذا كنت تتدبر القرآن بنسبة مئوية معينة، فإن حينما تتضح لك المعاني أكثر فإن سعة التدبر تتسع آنئذ. إذن إذا كان ذلك كذلك ونكتفي بهذا القدر من معنى التدبر، عسى أن تتاح إن شاء الله فرص لبسطه أكثر، لابد أن ننتقل إذن إلى المجالات الرئيسية.